اي نتيجة بقى اكتر من 3-2 4-3 وانت طالع هتبقى في صالح الفريق الليبي. ضربة البداية على طول النادي المصري بالقميص الاخضر على شمالنا، طلع على طول الدفاع من ورا من عند الحمامي، انما تطلع بره هيرجع تاني مكانه هوت حامد السلبة، واحد من لعيبة اصحاب الخبرات الكبيرة. عرضية خطيرة، ممكن اول هجمة خطيرة يا ولد على العرضية وخطفها. هنشوف كده صلاح محسن اللي قطع كريم بوش رجله الخارجي عاوز يعملها في اتجاه حسين فيصل، تخبط وتروح لميدو جابر يسقطها جوه ال 18. ميدو جابر تحرك حلو من صلاح محسن، انما يا دوبك عدت كده ولمس محمد بن سالم اللي جاي من ورا ورفاقه. تلعب العرضيه خطيره، مش ممكن مش ممكن، خطيره وهدف بالخطا، هدف بالخطا، الكرات الثابته في منتهى الخطوره بعد 14 دقيقه ضربه حره تتلعب جوه ال 18 وخطا عن خطوره الكرات الثابته. ادي اللعبه اهي ورايح باهر المحمدي يا دوبك كده، باهر اهوت يمكن لمس الكره بعد العرض عالي. حسن سقط عاليه جوه ال 18 عند ميدو جابر وصلاح محسن، يطلع الدفاع انما يجيبها تاني دغموم، دغموم يلفها خطيره عرضيه ممكن خطيره، جول 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 يا ولد يا لعيب صلاح محسن، هدف التعادل. قلت لسه بدري، اقل من 3 دقائق النادي المصري يعيد الامور تاني لانصابها الصحيح ويتعادل 1-1، ولمسها بدماغه انما عرضيه بلسم يا ولد يا دغموم، يا سلام عليك يا صلاح يا محسن، وخروج خاطئ من حسام امبيا يسهل المهمه تماما على صلاح محسن ويعدل النتيجه. لعيبه النادي حسن علي على الايمن قريب محمود حماده خطيره مش ممكن، انما الحكم بيقول كمل العب. لعيبه النادي المصري كانوا بيطالبوا بقرار انها جت في ايد حد من العرضيه اللي بتكلم عليها، وهي جت في حد من المدافعين، جت في ايد المدافع. اللعبه اهي من كل زاويه من كل زاويه، ادي اللعبه وادي راجع لورا امجد بن عبدي، موجود 3 اوراق على الدكه من الاسماء الجديده اللي ضمها النادي المصري. خلينا مع الهجمه، كريم العراقي، حسين فيصل ممكن يلعب عرضيه انما تخبط الكوره تطلع بره، اول ما يلاقي سكه كده ويسدد من العمق. ميدو جابر، ميدو يا ولد يا لعيب مع 3 لعيبه وياخد فاول من مكان حلو قوي بالمهاره الفرديه. ميدو جابر والابتكار، ميدو يلعبها خطيره عرضيه حلوه يا ولد، سحبها بكعب رجله كده صلاح محسن بحرفانه لو جامده شويه، انما شكلها حلو. كريم شكلها. المفروض ادوار كريم افضل من كده شويه، يعني كريم بيضم لجوه وبرده فقدناه كطرف ان هو يقدر يطلع عرضيات ويتقدم في ظهر ميدو جابر. ادي ميدو جابر عرضيه خطيره صلاح محسن يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، ايه الجمال ده وايه الحلاوه دي، عرضيه حلوه والجون الثاني صلاح محسن، 4 تجوان في ماتشين، ايه يا ابني الجمال ده، جول جول جول. النادي المصري يتقدم في الدقيقه 39 بعرضيه يطلع لفوق للدور الثالث بن سالم ويحطها في الشبكه في البعيده صلاح محسن يا ولد. ضربه راس نموذجيه، ثلاثي اضواء ال 18 في اللعبه، دغموم اول مره وبعدين ميدو جابر بالعرضيه ورأسية صلاح محسن عشان يتقدم في الدقيقة 39. لم ميدو جابر حلو قوي وعلق الكرة هناك، مفيش 4-4 النتيجة دلوقتي، والنتيجة دي تصعد بالنادي المصري. كل ما يجي جون هقول لحضراتكم الموقف ايه. حمية طنجي وضربة ركنية لنادي الهلال الليبي تتلعب على الأيمن البعيد، طلع محمود جاد ورجع المرمى تاني بتاعه ويطلع لفوق. برافو يا ولد يا لعيب محمود حمادة. ميدو جابر، ميدو دخل له صلاح جوه ال 18، انما استنى شويه يلعب في العمق، حسن علي يقرب من منطقه الجزاء ويلعبها ويمرر الى صلاح بوش رجله يلعبها عاليه، انما يطلع المره دي وياخدها حسام امبيا حارس اللي وصل النهائي امام منتخب غانا، انما غانا اللي خدت البطوله. نرجع تاني لورا بسرعه كده حته على الماشي على جنب، انما معاها صفاره سمير الكزاز الحكم المغربي، وتقدم للنادي المصري 2-1. صلاح محسن هدفين، باهر المحمدي بالخطأ في مرمى فرقته، بقاعدة الهدف خارج الديار بهدفين النادي المصري يصعد للدور القادم. لقاء الذهاب 3-2 بفكر حضراتكم لصالح على دفاعات النادي المصري. تتلعب عرضية خطيرة، خطيرة العرضية اللي فاتت انما بجوار القايم، لسه بتكلم على الكرات الثابتة. دفاع جاي من صاحب ال 29 سنة بعد عرضية طلحة رزق، بص الراجل يا دوبك عدت من قدام دماغه لو شعره طويل شوية. المرة دي حامد السلبة جاي من ورا وهو اللي يروح للكرة ولكن تمر إلى جوار القايم. محمد الشامي من قدام ال 18، هجمة خطيرة للنادي المصري،
يرجع الدفاع بخمس ست لعيبه يامنوا قدام حسام امبيه حارس الهلال 18 متر الاخيره هيتضغطوا بهجمه مرتده. طلحه رزق ماشي بيها طلحه لعيب مهاري ويسدد واحده انما بجوار القايم. ادي الكلام اللي انا بقوله. طلحه رزق واحد من مدير الفني لنادي الاتحاد الاسبق. تمريره بينيه في منتهى الخطوره خطيره جوه ال 18 انما هنشوف ضربه حره. يدي ضربه حره الحكم لصالح باهر المحمدي تدخل مع اونانا. بتتعادل اللعبه للمره الثانيه والثالثه. المحمدي من الراجل بتاعه ويغلطه. اونانا الخطير من بره ال 18 هيدي فاول ضربه حره. فاول لصالح اونانا وهيدي انذار لباهر. خمس لعيبه موقفهم جاد. ركز يا جاد. طلحه يلعبها انما برافو الحائط واقف كويس قوي. تسديده بقرشه خطيره يطلع جاد. برافو يا جاد خدها جاد ويحل على طول المشكله. كان نايم في ظهرهم كمان عبد الرحيم دغموم لا يلعبها على الارض زاحفه. طلحه رزق اكتر واحد بيلمس الكوره بعد نزوله مع بدايه انتصار الشوط عشان يكسبوا مسافه لقدام. حلوه المره دي عند الشامي موقفه سليم. يلا يا شامي يلعبها عرضيه عند صلاح انما تدخل دفاعي من طلحه رزق اونانا لطلحه. الاثنين الخطيرين اهم. طلحه رزق ماشي وبيعدل على شماله لعبه عرضيه في منتهى الخطوره راسيه منتهى الجمال انما تمر بسلام. واللياقه البدنيه هتفرق الوقت اللي جاي. ادي محمد الشتيوي لعيب خطير تسديده جامده انما برافو يا ولد. يعمل قدامه بلوك كويس قوي في اللعبه اللي فاتت. محمد دبش برافو يا ولد يا دبش. محمد الشتيوي كان هيعمل تسديده. محسن في الهدف الثاني بنفس السيناريو بنفس الشكل. بص حاططها فين. 2-4-6 بالقميص الازرق. عرضيه في منتهى الخطوره خطيره. محمود جاد برافو يا محمود. لازم بن سالم عند بشير الكرامي. بشير يلعب لطلحه رزق. طلحه رزق جوه ال 18 خطير خلي بالنا تسديده انما برافو. محمد دبش اللي بيعمل مرتين ثلاثه يتعامل دبش بشكل كويس قوي. عرضيه في منتهى الخطوره. باهر المحمدي شيل يا عم من ال 18 لسه خطيره تسديده انما محمد دبش يا ولد يا دبش. يا جماعه محمود حماده ضربه ركنيه تتلعب انما في الشبكه من بره تبقى ضربه مرمى. لازم نركز للنادي المصري. يلعب حسن علي للشامي يا ولد يا لعيب عند دغموم. يلا يا فخر جامده خطيره يا ولد شمعها في الشبكه. جول. قلت جون دلوقتي يخلص لك الليله. انما شوف من الاول ادي رمه التماس واللمسه الجميله اللي عملها الشامي. يا ولد يا سلام يا دغموم. الثلاثه اللي اشتغلوا جوه 18 في اللعبه اللي فاتت. ادي الشامي استلم تحت ضغط منتهى الجمال والروعه لدغموم. محمد يطلعها انما لسه في اماكن الخطوره. يجيبوا الكره الثانيه بشكل كويس. اقتحام من الطرف الشمال قرب اونانا ويسدد واحده انما بجوار القايم الى ضربه عن الشوط الاول. الشوط الاول افضل بكتير. اونانا برضه لعيب كويس قوي. اونانا اشتغل فردي وعايز يسدد. دفاع النادي المصري يتكتل بشكل جيد ويطلعه تاني انما ترجع الكره خطيره دخل منطقه تسديده. يا ولد يا جاد لسه خطيره. مش ممكن اونانا الجون الثاني مع الدقيقه 90. ايه اللقاء ده قلنا ناخد بالنا يا ولاد. خلال لقاء الذهاب والعوده ادي الخطا البدايه من هنا وادي الكره اتلعبت حطها عزو المريمي اللاعب البديل طلعها جاد انما في مواجهه اونانا كان لازم جاد برضو يطلع على جنب شويه كانه صلحها للراجل. قلنا اول مره برافو جاد ان هو حل نص المشكله مدافعي النادي المصري محدش برضو عامل الرقابه والمتابعه في وسط الملعب. احمد سعد يطولها هناك عند المريمي عزو المريمي. تدخل دفاعي كريم العراقي بشكل كويس انما تمريره في منتهى الخطوره من باهر محمد لفريق الهلال. انتشار وادي صفارت على طول الحكم المغربي سمير الكزاز بنهايه اللقاء بنفس نتيجة لقاء الذهاب. حسام امبيا ميدو يا ولد يا لعيب الهدف الأول للنادي المصري. يلا يا حودة داخل على طول البدري حطها يا ولد يا لعيب. حطها حلوة حسام امبيا فخر الدين بن يوسف يا ولد يا لعيب. جول للنادي المصري
اللعبه الثانيه والكره الثانيه عن طريق فخر الدين بن يوسف. حلوه يا ولد محمود جاد، ركز يا جاد، يا ولد يا جاد، يا ولد يا جاد، سمعني جاد وطلعها جاد. وامتى جاد يا محمود؟ حماده الضربه الثالثه، محمود حماده، يا ولد يا حماده، يا رايق يا حماده. ادي الجون الثالث للنادي المصري. احمد سعد اتنين من البودلة سددوا، طلحة رزق وادي احمد سعد. احمد وجاد، احمد وجاد حطها حلوه المره دي. الجون الثاني للهلال الليبي. يبقى احمد حسن خد نفسك وبالراحه وركز عشان مجهود الفرقه النهارده. حسن علي، حسن علي، يا ولد يا لعيب، يا ولد يا حسن، جول جول جول. يلا حته بقى ثلاث مرات كده. حلوه يا حسن. عزو المريمي ومحمود جاد حطها حلوه، الراجل ما رجعش لورا وحطها حلوه قوي. عزو المريمي، دبش وحسام، دبش وحسام، يا ولد يا دبش. خلصت الليله المصري لدور ال 16 5-3 بضربات الترجيح على حساب الهلال الليبي. مبروك للنادي المصري، مبروك لجماهيره بعد لقاءين في منتهى الصعوبة. 3-2 في ليبيا لصالح الهلال.